كلمات ترحيب وضيافة قدمها نسيم عودة، وتعابيرها صارت لسان حال بعض الجهات من سمعت بوصول الرئيس الإيراني للعاصمة بغداد بأول رحلة خارجية اختارتها قيادة الجارة الشرقية، أهدافها وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتوطين التفاهمات السياسية واستكمالها بخطوات مستقبلية ذيل الحدود البرية بعنوان اختار الجار قبل الدار، لأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وبأول جولة خارجية بعد الانتخابات الرئاسية هبط بطائرته على أرض دار السلام، وكان بانتظار رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، وبعد استقبال رسمي تسجل بموقف الإشادات الإيرانية وزيارة سريعة لمكان اغتيال أبو مهدي المهندس السليماني، بلشت جولة اللقاءات اللي مر بيها بزشكيان على رئيس الجمهورية ورجع بعدها على رئيس الوزراء حتى تكمل ملفات الزيارة وجدول أعمالها، لأن جلسة الضيافة بالقصر الحكومي سجلت توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين بغداد وطهران توزعت على الاقتصاد والتعاون التدريبي والشباب والرياضة والتبادل الثقافي والفني والآثاري والتربية، وشملت التعاون الإعلامي والاتصالات وتوفيج المجاميع السياحية الدينية والتعاون بمجال المناطق الحرة. بس الزراعة والموارد الطبيعية والبريد والحماية الاجتماعية والتدريب المهني والفني ضمنت حصتها من الاتفاقات. وقبل لا يجف حبر مذكرات التفاهم، الوفد الإيراني وقع على اتفاقات مهمتها تطوير القوى العاملة الماهرة والتعاون بين الغرف التجارية، يعني قوم التعاونت ما ذلت. صحيح أبو مصطفى بالمؤتمر الصحفي المشترك أعلنها بعبارات صريحة وقال نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على إيران، وكملها مواقفنا المشتركة تجاه العدوان الصهيوني واضحة. وقبل لا يختمها بالتأكيد على أهمية الملف الاقتصادي المشترك، كشف عن مناقشة خطوط النقل والربط اللوجستي بين الجارين، وفتح باب الحوار على طريق التنمية. لكن الرئيس الضيف اختصر ملف الزيارة بعبارات عنوانها بناء علاقات متينة بوجود عراق آمن ومستقر، يعني المعنى بقلب الشاعر. بس دقيقة، الرئيس الإيراني ركز على اتفاقيات عمرها طويل تشمل جميع المستويات، وطرح تعاون مشترك لمواجهة الإرهاب والتهريب، وقبل لا يغادر منصة المؤتمر تعهد بتنفيذ جميع الاتفاقات. لكن الرئيس الإيراني بأول وصوله للقصر الحكومي سلم للسودان رسالة من المرشد علي خامنئي بها سلام وشكر لأهل العراق على استضافة الزوار الأربعين وتأمين الزيارة ومواكب المشاركين. هنا مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي من سألوه على زيارة بزشكيان لبغداد رد عليهم وقال إيران والعراق من الأركان الرئيسة بجبهة المقاومة ومحاربة إسرائيل وقوى الاستكبار والغطرسة، وختمها البلدين مواقفهم ضد الأمريكان، لكن الزيارة اللي راح تستمر 3 أيام جدولها يشمل رحلة لإقليم كردستان ومحافظات وسطى وفراتية وزيارة تاريخية لمحافظة البصرة. والسبب رئة العراق الاقتصادية آخر مرة زارها رئيس إيراني كانت قبل 100 سنة، بس محطة الرئيس الإيراني الأولى سبقها قبل ساعات من وصوله هجوم بطائرة مسيرة استهدفت معسكر للقوات الأمريكية بمحيط مطار بغداد. شنو الغاية ومن المنفذ؟ الله أعلم. يعني الكتائب المحسوبة على الفصائل أعلنت براءتها من العملية واتهمت جهات عندها نوايا بعرقلة زيارة الضيف الإيراني. هاي عرفناها، لكن رحلة الرئيس الإيراني تزامنت ويا تعقيدات بالعلاقة بين بغداد وطهران، والسبب توترات إقليمية واتهامات أمريكية موجهة للقيادات الإيرانية باستخدام أذرع مسلحة حتى توسع الصراع بالمنطقة وتدفع قوى سياسية عراقية للمطالبة بخروج التحالف الدولي، لأن البيت الأبيض وبعض الحلفاء بالشرق والغرب مواقفهم تقول إيران تفرض نفوذها على العملية السياسية بأرض السواد. يعني زيارة الرئيس الإيراني يمكن راح تفتح هواية أبواب، وجوز وحدة من نتائجها حل الخلافات بين الأشقاء وإعادة ترميم البيت الشيعي بمصالحة ويا هرم السلطة التنفيذية، حتى نردد عبارات الترحيب والضيافة ويا نسيم عودة.